مش هنخلص من قصة أبو زيد الهلالي اللي ما بتخلص. تقريبا كل قنوات الإعلام الرياضي بتدينا كل فترة كده كورس مكثف زي المضاد الحيوي كده كل 12 ساعة. جرعة زيزو هيجدد ولا هيمشي؟ وأنا كنت طلبت قبل كده من فترة إننا نرحل زيزو من البلد عشان الإعلام الرياضي يهدى، بس محدش سمع الكلام ودي كانت النتيجة، هيجام في الإعلام الرياضي تاني. خليفة، لو في إيدك القرار تدي لزيزو 100 مليون جنيه في السنة؟ بص، كل نادي على حسب الموارد يعني. أنا بقول لك إيه، ما تقول ما تعجبني بتدي خليفة بالذات الأسئلة. أنا عايزك تقول لي آه أو لأ. لو الزمالك عنده فلوس يحتفظ بزيزو بأي مبلغ. حتى لو 100 مليون جنيه في السنة؟ حتى لو 100 مليون جنيه في السنة. عادي، رأيك إيه؟ مفيش لاعب في مصر يستاهل الرقم ده. وانا النهارده لما ابقى عايز امشي ومجلس الاداره بيتفق معايا ان هو عايزني امشي، والاثنين كل واحد حاطط صباعه في تحت درس التاني، واللي يقول اي الاول يسلمه للجمهور. انت بتجيب من الاخر. زيزو دلوقتي الارقام اللي بتتقال فيه ارقام مبالغ فيها قوي قوي، يعني 100 مليون. ايه ده 100 مليون جنيه؟ زيزو عنده عروض خارجيه دلوقتي؟ لا، ما عندوش حاجه حاليا. انا بتكلم حاليا دلوقتي مفيش حاجه. في كلام من أندية تانية؟ مصرية؟ في كلام مهم قوي من نادي مصري مع زيزو، وبرقم هيعجب زيزو جدا أو عاجب زيزو جدا. تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو اللي بينتهي بنهاية الموسم زي ما حضراتكم عارفين، يحق لي في يناير اللي جاي أنه زيزو يمضي لأي نادي. الناس دي مش طالبة 40 مليون، الناس دي طالبين 2 مليون دولار علشان يجدد زيزو. أيوة، زي ما حضرتك سمعت هذا الرقم الكبير، 2 مليون دولار. هم عايزين العقد يكون بالدولار. زيزو مع نادي الزمالك، الاهلي بقى موقفه ايه؟ الاهلي مش هيدخل الا في يناير. لو يعني الاهلي داخل في زيزو، هو مين اساسا، مين نادي في مصر او بره مصر مش هيبقى عايز زيزو؟ اي نادي. بس الاهلي هيعمل ايه يا جماعه؟ انا دلوقتي ده لعيب حر، خلاص انا لعيب حر وانا من حقي ادخل اتفاوض معاه. وعلى فكره دي مش اول مره. ااكد لك ان زيزو طلب حوالي 1.5 مليون دولار. دي جمعيه، دي كده اسمها جمعيه. هيقبضها زيزو. هيقبضها زيزو الاول، لانه انا بعد كده اول ما اجي اجدد عقد اللاعب اللي بعده مباشره. بقى يا رجاله بقى زي ما عملنا مع زيزو. ما هو على طول، ما هو اوتوماتيك. ولا هو زيزو على راسه ليش؟ طب انا بقى عايز اجدد بقى. ها، فين بقى؟ ما تلموا لي بقى. فهيلموا عشان يجددوا نسبلهم. دي اسمها جمعيه، زيزو بيقبضها الاول. تحديدا قناة اون برامجها قايمة اليومين دول على رحيل زيزو، من برامج اخبار لبرامج توك شو، حتى البار اللي تحت في الشاشة بيتكلم عن رحيل زيزو. لكن الفنان سيف زاهر كالعادة كان ليه طلعة مختلفة عن الباقيين. الفنان سيف زاهر اللي لما كان مستضيف احمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك وقال له في عتاب عليك انك ما بتتكلمش غير عن تجديد زيزو ورحيل زيزو، وهنا الفنان اقسم يمين بعظيم ثلاثة انه ما حصل. اليك عتاب بعض جماهير الزمالك وادارة الزمالك. إثارة موضوع زيزو كل شوية. زيزو أيقونة من أيقونات الزمالك. تمام. زي شيكا زي غيره. صح. زيزو مش معروض للبيع. ولو اتعرض للبيع هيتقال بشكل مباشر. انت سمعتني؟ لا، هي دي مشكلتي. والله العظيم. بص، عارف ايه يعني؟ ما تزعلش مني، ما انا عايز بس اسالك. احنا دايما بنعمل مقارنات. لا، ده مفيش مقارنات. في جون في انديه تانية ليه ما بيجيلهاش عروض وما بنسمعش عنها؟ ان هي برضو دي واحده. طب ما تبيعوا فلان، انت هتبيعوا علان. انا هشرح لك، انا هحكي لك. والله العظيم، والله العظيم على الهوا، انا ما قريت خبر ان زيزو جايله عرض. والله العظيم، والله العظيم اتنين، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم. يلا يا راجل بلا كدب بقى، بوشك ده كداب كدب الابل. خلاص يا عم، مصدقك انك ما قلتش قبل كده ان زيزو جاي له عرض. زيزو عنده عرض كبير جدا شاغل باله، وربما ان السنه الجايه ينتقل زيزو الى بعض الدوريات العربيه. زيزو مستحيل اقول له في عالم الاحتراف في الشراء والبيع ما فيش مستحيل. هي لو الراجل ليه رغبه مش هيلعب غصب عنه. زيزو عنده عرض برقم كبير جدا 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 لنادي الزمالك من دوري عربي. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتنين والله العظيم، وطلعت في الآخر قلت. كل الوقت بنسمع عن عروض للزمالك. طب ما بتسمعش على الأهلي؟ أنا ما بسمعش كتير. أنت يعني بتفتح التلفزيون تلاقي زمالك بس؟ بسمع أغلب العروض اللي بسمعها زمالك. طب تابعنا أنت 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 بتابع قناة الزمالك؟ يعني ما فيش إمام؟ ما فيش كهرباء؟ ما فيش قفشة؟ ما بشو يعني ما سمعتش إمام حد قال جاله حاجة مثلا عروض؟ أنا ما سمعتش. أنا دايما بفتح لسيف ساهر ألاقي زيزو معروض للبيع، زيزو مش للبيع، زيزو هيتباع. اتكررت. لكن المرة دي الفنان قال لنا على مفاجأة مدوية زي ما مكتوب على الفيديو بتاع الحلقة، هتغير في تاريخ تجديد زيزو. زيزو هيمضي في الزمالك ولا لا؟
النهارده حصل اتصال بيني وبين مسؤول كبير في نادي الزمالك، بيني وبين مسؤول في نادي الزمالك، واحد انا الحقيقه بعتز بيه جدا، وسالته كلمته على موضوع زيزو، فقال لي زيزو عقده ينتهي السنه دي. فقلت له طيب زيزو ينتهي عقده السنه دي، في نيه لزيزو عقده يبقى بكام؟ موضوع ال 100 مليون، موضوع ال 60 مليون، موضوع ال 90 مليون، موضوع ال 70 مليون. رد عليا رد وقفني وخلاني افكر كتير في المساله دي، وقال لي زيزو لعيب كبير، احنا كنادي الزمالك شارينه. قلت له طب وزيزو شاري نادي الزمالك؟ قال لي اكيد زيزو بيحب نادي الزمالك، بيحب جمهور الزمالك. قلت له لا يا فندم انا السؤال مش كده، احنا زيزو شاري نادي الزمالك؟ قال لي انا ما انا بقول لك اهو، زيزو اكيد بيحب الزمالك وبيحب جمهور نادي الزمالك. قال له انا كل ما اساله كده يرد عليا رد تاني. قلت له معلش حضرتك ممكن توضح لي؟ قال لي بص عشان اقفل معاك الحديث، ان الزمالك يدفع 100 مليون و90 مليون و80 مليون والارقام اللي انت بتتكلم فيها ده مش هيحصل، انا ده مش كلامي، ده كلام حضراتكم مسؤول داخل نادي الزمالك. ايه ده يا فندم يعني حضراتكم مش هتدفعوا 90 مليون؟ قال لي ما هو انا لو دفعت ال 90 مليون لزيزو وزيزو حاله استثنائيه في نادي الزمالك، اللي اخذ 10 مليون في نادي الزمالك هيقول لي انا عايز 20 مليون، وهتفضل الفجوه بعيده برضه، واللي اخذ 20 هيقول لي عايز 35، هتبقى الفرقه كلها فكت مني، لا هيحصل من جوه النادي ولا هيحصل من بره النادي، يعني موضوع مقفول. انا عندي سقف، انا عايزك تديني رد قاطع، زيزو في نادي الزمالك يعني زيزو مكمل في الزمالك؟ قال لي نقول ان شاء الله ونقدم المشيئه. قلت له يعني ايه؟ يعني ايه اللي حضرتك بتقوله؟ فرد عليا رد الحقيقه خلاني افكر بشكل مختلف. ايه بقى؟ قال لي اما تيجي تسالني سؤال تسالني تقول لي انت كاداره الزمالك متمسك بزيزو؟ اقول لك مليون في الميه. انت كاداره الزمالك هتحط ارقام كويسه لزيزو؟ اقول لك الارقام اللي هنقدر عليها طبعا، لان هو ابن النادي واضافه كبيره جدا جدا جدا. اما حضرتك تقول لي زيزو هيجدد ولا لا، ده قرار من طرفين، من طرفين، احنا طرفنا وطرف الثاني والد احمد سيد زيزو. والد زيزو وصل مع حضراتكم لنقط كويسه، شاري نادي الزمالك. قال لي ممكن اقول لك شاريه وممكن اقول لك مش شاريه. امتى هقول لك اشتراه؟ لما زيزو يوقع. زيزو في شهر يناير القادم فري. الجمله دي حطوا تحتيها حضراتكم 150 خط. هنا بقت الكوره في ملعب مين؟ الكوره هنا في ملعب والد احمد سيد زيزو اللي بيقود المفاوضات. واحنا بنتكلم دلوقتي زيزو مكمل في الزمالك محدش يعرف. فانا قلت النهارده للمسؤول انا بكلمه، قلت له انا كلمت والد زيزو من فتره وقال لي كذا كذا كذا، فين بقى حضرتك المشكله؟ قال لي طب ما يمضي قول لنفسك. قلت له يعني ايه يا فندم؟ قال لي يعني قول لنفسك مفيش مشكله واحنا ما عندناش مشكله، طب ما نمضي. وجود زيزو او استمرار زيزو مع الزمالك بالورقه والقلم 50-50. انا بحضر جمهور نادي الزمالك برساله مسؤوله ان هو ده الوضع. اللاعب بقى اللي قدامهم او والده او وكيل اعماله هيمضي بالارقام دي؟ اوكي. هتيجي تقول له اديني 100 مليون يعني في 3 سنين 300 مليون؟ هيقول لك شكرا انت شرفتني جدا انا سعيد بيك. اما استاذنت ان انا اتكلم اشرح القصه دي، فالمسؤول قال لي اتكلم في القصه دي لان احنا محتاجين نشرح لجمهور الزمالك الوضع عامل ازاي. يعني خلاصه الكلام هو عايز يقول لك ان زيزو مش فارق معاه غير الفلوس والزمالك مش هيديله اللي هو عايزه. بس معلش انا عندي هنا كام سؤال للفنان، هو مين المسؤول الكبير ده؟ وهل هو كبير في السن ولا كبير في الحجم ولا كبير في التصريحات؟ وبعدين هو بيقول لك اطلع قول يا سيف الكلام ده، طب ما يقولش هو ليه؟ هو اخرس؟ من باب اولى يطلع هو في قناتنا دي يقول الكلمتين دول، محمد الشناوي وحمزه علاء واكرم توفيق وبيرسي تاو ورامي ربيعه وياسر ابراهيم، طلع منهم حمزه علاء يبقى 5 لعيبه من الاهلي عقودهم بتنتهي الموسم ده، مفيش فيهم نجم بالنسبه لك تطمن عليه في خبر مدته دقيقه في حلقه ساعتين؟ وهنا انا مش بكلمك في اهلي وزمالك، انا بكلمك في اعلامي محايد في قناه محايده بيشتغل بمهنيه وبيراعي ربنا وضميره في اللي بيقوله. عشان كده انا كنت مع فكرة ان شوبير يروح قناة الاهلي بالرغم من انه مشي من اون غصب عنه، بس وجوده في قناة الاهلي مقنعة جدا وبتحترم المشاهد واي كلام بيصدر منه بيبقى مقبول. انما تيجي تلبس لي وش الاعلامي المحايد الوديع الجميل وانا المفروض اصدقك، مش هياكل يا فنان. ادائك بقى فيك وقديم وتهرش، انزل من على المسرح يا فنان كفاية كده، الناس بطلت تسقف.